لما علمت بموته تصارعت وتجشمت هذا السفر كله رغم أنني مريض، فقلت لا بد أن أحضر الجنازة لأن الخلافات تطوى عند الموت، والمسلمون ينبغي أن تتوحد جهودهم وأن تتفق كلمتهم، وإن اختلفوا ففي الأخير الكل يبحث على الوصول إلى الحق. لكن للأسف نبتت نبتة في زماننا، إما لصغر سنهم وإما أنهم مدفوعون يذكرون ما للإنسان فقط ويتتبعون زلات الإنسان دون أن يذكروا حسناته، وهذا يعني سنة الذباب أنهم يتتبعون الدماء ويتتبعون السيئات. فنحن ننظر كما يقول الشافعي وكما يقول سعيد بن المسيب، ننظر إلى كثرة حسناته وإلى كثرة أعماله، وننظر أيضا إلى صدقه وإلى إخلاصه وإلى نياته وإلى مواقفه، ونكبر فيه مواقفه العظيمة والجمة ووقوفه أمام الطواغيت وأمام المخزن، فهذا يشرفنا أن نحضر جنازته، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحمه وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن وفاة الشيخ عبد السلام ياسين تعد خسارة كبرى للمغرب بل للعالم الإسلامي كله. هذا العالم الداعية الذي عرف بثباته على الحق والجهر به في وجه أقوى الناس، هذا العالم الذي ضحى بنفسه وماله في سبيل دعوته، لا شك أن هذا الرجل قليل مثله من الرجال في بلدنا وفي غير بلدنا، فلذلك نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له. ونصيحتنا لتلاميذه وأصحابه أن يثبتوا على منهجه بشكل عام، وهو الثبات على الحق والبحث عنه والصمود عليه وإن ابتلوا وإن أوذوا. والحمد لله، والصلاة والسلام.